الصحابي زاد تاع اكسبريس اف ام زاد كان عاود رجع على موضوع البطوله تاع تيجان بالعيد مع نادي الافريقي والتشكيك اللي صار فيها وطبيعه تعرفوا الكلام اللي دار والمشاكل ما بين النجم الساحلي وقته ونادي الافريقي. دونك رجع عليها شويه صحافي بارديتاي وسال تيجان بالعيد على رايه في التشكيك هذه واذا كان نادي الافريقي كان يستحق البطوله هذيك ولا. دونك نشوفوا شنو كان جواب تيجاني ونعاودوا نرجعوا من جديد. بصراحة تيجاني هل استحقت الكلوب البطولة هذيك 2015؟ علاش ما تستحقش اخوي؟ خاطر صار برشا تشكيك. شنو التشكيك؟ قول لي شنو التشكيك؟ نقول لك مثلا صار مثلا في البينالتي نتاع جرجيس اللي خذوها مع جرجيس، البينالتي في ماتش كولومبيا. خلينا نكمل لك الاطوال تشكيت برشا وقتها، فما حتى ماتش حملات ما مشاتلوش. اي قداش الماتش نحن تشكينا فيها نحن ولا نسأل فيك جاوبني انت معناتها كان فما يعني غابيتراج ولا نرشوا تي نحن تي نحن اول دربيه خويا دي زيرو تي كي ثلاثه كارتون روج وبونتواتي فهمت وبونتو ورجين تاع السبيرو تشكينا يا اخي مره نحن حتى نحن برشا مرات هذاك البطل نتاع تونس لازم تتصرف فماشي يا اخي انت كي تقول توا معناتها الترجي معناتها تستحق الشامبيونز ليغ تستحق حتى في ديزيغور داربيتراج ديزيغور داربيتراج هذيك الكوره اخويا واضح هذيك البطوله نتاع تونس يا اخي انت تاخذ اخر بينالتي ولا اخي ليتوان ما خذتش بينالتيات معناتها من الحيط ولا ليسبيرونس ما خذتش بينالتيات من الحيط ليسبيرونس وقتها في الشامبيونا 10 بينالتيات ولا 15 بونتو 15 بينالتيات فهمتني الاتوال هي ما مشاتش كانت تفكر ماتش حملم ما لعبتوش كان لعبت وتجد تكون عندها وجهه اخرى شامبيونا ولا يا اخي غلطه نتاعنا هذيك وكان هي مشات ربحت الماتش نتاع حملم تلقى نحن ما نخسروش ماتش وقت من بعد بالبريسيون هذيك اللي يا اخي شنو ليش مش تقول معناتها على عباره اخويا كان ربحت الاتوال كان مشات ديجا اولا مش سير باش تمشي تربح ماتش حمام لف خاطر ماهيش برشلونه اولا ثانيا خويا تنجم تمشي غادي وتخسر وكان هي تربح غادي نجمو نحن خويا نركزوا اكثر في ماتشات الاخرين خاطر تبدا كيما تلعب خويا سوبريسيون اللي يفوت معناتها يبداو معناتها ياخذوا البريمير بلاس كيما خويا تلعب وانت عندك سي بوان عندك ان جوكر فهمتني مش نفس الحكايه سيكولوجيكمون في اخر الحوار كان تيجان بالعيد حكى شويه على ذكرياته مع الجمهور على الواقع الجمعيه توا لكن زاد كان حكى على كيفاش حب يرجع النادي الافريقي وكيفاش اتصل في الماركاتو اللي تعاد الشتوي بعبد السلام اليونسي وعرض عليه يرجع في النادي الافريقي لكن كيفاش كان رد عبد السلام اليونسي وشنو اللي صار بالضبط نتابعوه مع تيجاني من جديد. رغم المشاكل هذوما الكل نشوف حتى في الجمهور حتى في الكومنتير توا الناس الكل تحبك تيجاني في الجمهور الكلوب. لا ديما عندي علاقه بصراحه حتى اللي كان قابلني في الشارع معناتها ديما معناتها بصراحه الرولاسيون معناتها باهي على الاخر مع الجمهور بصراحه. فمشي مره قابلت سوبورتير وقعدت في بالك قال لك حاجه صارت معاه موقف قعدت في بالك. الكلها بصراحه الكلها ما نذكر وقتها معناتها خاسرين ماتش معناتها في خسر ماتش معناتها نذكر معناتها وقت لازمنا نلعبوا في الدربي وكان ما نربحوش معناتها تفوت علينا البطوله فهمتني نخرج من سون دونترينمون معناتها من البارك تخرج امراه معناتها عندها بلاتر معناتها في يدها تجي جاني رانا باش نموتوا ولا لا لا والبارح معناتها نقزت من الفيراج وكسرت معناتها يدي لازم ترمي معناتها فهمتني ولا جاء واحد يجي مع مرته وبنته فهمتني يجي يقول تيجاني راك تخسروا ريت هذيك راني نضربها يحكي المرته هكا قلت له قلت له يزي يا خويا صدي يعني بيه يزي الفرحه نتاع العباد بعد الشامبيونه كل الجمهور كيفاش خرج واحد احكينا على لي مومون ذوكم اللي كوليس صاروا توما في الكار وقتها بهت ما بهتش كيفاش بيان سور معناتها كيما قلت لك راني ربحت بطوله مع سلافيا براغ قبل مارتين ما ربحت مارتين بطوله مع سلافيا براغ وما كانش كيما هكا فهمتني معناتها
ديجا نحن ديجا في جرجيس ديجا معناتها فهمتني، خرجنا من الاستاد عباره جرجيس، ما يحبوش في جرجيس، يحبوا الكلوب غادي فهمتني، يعني عباره الجنوب الكل كلوبستي، تلقى 5000 عباد هكا خرج من التيران يتبعوك حتى المطار بالثلاثة ثلاثة في موبيلات، كراهب معبيين درابو نتاع الكلوب، تاخد الطيارة نتاعك توصل لتونس تلقى المطار معبي معبي، تاخد الكار تلقى الشارع معبي. بصراحة معناتها كما قلت لك عبارة ربح فهمتني، عبارة ربح كوب دي موند. ما زلت تتبع اليوم الكلوب؟ ياسير معناتها كل ماتش وايت معناتها، حتى نحكي عندي صحابي غادي معناتها نحكي معه معناتها فهمتني. كيفاش تشوف الجمعية بتاع اليوم؟ والله فما اولا معناتها فما ديجان صغار معناتها طالعين معناتها هذاك اللي الباهي معناتها شوز بوزيتيف اللي تنجم تبني عليه، اللي هما طالعوا في صغار خاطر ما عندكش نشوى فهمتني، لكن كيما قلت لك الكلوب ديما نفس الحكايه، امور ماديه اخويا، امور ماديه شنو تي جوارات اخويا توصل لستة ولا 7 شهور مش مخلصين، كيف تنجم تلوم عليهم؟ باهي بعد الرسالة كذا الكل ما زلت عندك تنجم ترجع، ديما الجمهور يحبك خاطر ديما تقيس لعبتي جين تنجم ترجع معناها. يا اخويا انا نكون ونات، يعني ديما ونات ما عنديش كان وي ونضرك باش نوري خويا، كلمت عبد السلام حبيت نرجع في الميركاتو هذا ما هزوش علي ومن بعد قال وي لونترينور معايا، ومن بعد لونترينور قال حاسينو شكشوكه، ومن بعد جابوا دي جوارات اخرين سود امريكان ولا ندري شنو، وكهو لا لا سعد حب عليك ترجع، سعد تريدي حب عليك ما نعرفش بصراحه ما نعرفش، ما نجمش نقول لك حب ولا ما حبش، لكن نورمالمون ما نورمالمون معناتها جوار ابري تو معناتها اوكي، حتى كان ما تربيتش في جمعيه ما تربيتش في الجمعيه معناتها عديت 3 سنين وربحنا ربحنا تيتروات فهمتني، جوار كي يبدا انكور كومبيتيتيف معناتها جمعيتك راجع ما فماش اللي ما رجعنيش انا جاب جوار زيد امريكان فهمتني، ما لعبوش حتى دغاش كي ميم با تكلمتو من الاول قال لي اوكي انت شنو، بعد ما هزش علي مره مرتين ما نجمش انا بعد وي فهمتني اخويا هذيك الكوب. نكمل حلقتنا اليوم بعض الاخبار المتفرقه، دونك ثم خبر يهم بطوله كره السله انديريكتومون بيان سور يهم النادي الافريقي، اللي هو الاجتماع اللي تم في جامعه تونسيه لكره السله بين المكتب الجامعي وممثلين على الانديه دي الرابطه الاولى والثانيه باش يشوفوا شنو حلول في الوضعيه الحاليه اللي تمر بها الرياضة بتونس، شنو يعني باش شنو معناها كيسكي بروبوز كيما حلول باش يكملوا السيزون، وكيفاش باش يصرفوا بالضبط في الايام القادمة باش يكملوا الموسم. وبعد خرج بلاغ رسمي عن الجامعة جاء فيه بعض النقاط نقراه لكم، اللي هو اقتراح يوم 27 ماي او 3 جوان استئناف نشاط البطولة والكأس بعد موافقة سلطة الإشراف، دونك الكونديسيون لازم السلطة اتوافق. النقطة الثانية اعفاء كافة الاندية من خلاص ديونها المتخيلة للجامعة. النقطة الثالثة التقليص في اجور اللاعبين ب 50% انطلاقا من شهر مارس 2020 والى غاية نهاية الموسم. عدم اعتبار عقود اللاعبين المنتهية الى غاية نهاية الموسم الحالي، دونك حتى كان الكونترا يوفى قبل ما توفى السيزون ما يعتبرش وفاء، دونك لازم اللاعب يبقى على ذمة النادي الاخر لين توفى الشامبيونا والكاس. النقطة الأخرى اللي هي التوجه لسلطة الإشراف لطلب تخصيص ميزانية تكميلية لفروع كرة السلة دونك الأندية الكل، والتكفل بنقل جمعيات لخوض مبارياتها في صورة تواصل، وضع قاعاتها على ذمة وزارة الصحة، وآخر نقطة دونك منع اللاعبين من الإضراب، اللي هامة برشا منع اللاعبين من الإضراب خلال الفترة المقبلة، وكل مخالف لهذا القرار يقسم من اللعب في المنتخب الوطني ويتم دعوته للمثول امام مجلس التاديب، وفي حال تحصل على اذن سلطه الاشراف لاستئناف النشاط فسيتقرر ما يلي: تكفل رؤساء الجمعيات الرياضيه بالاشراف على التعقيم الكلي للقاعات، اللعب دون حضور جمهور هذا مفروغ منه، يتعين على الحكام القدوم الى القاعات بزي رسمي لتجنب الدخول لحجرات الملابس، كما يجب عليهم البقاء على ارضيه الميدان بين الشوطين، دونك هذه كلها تفاديا للعدوى ورب يستر الجميع.
وبما ان نحكوا على العدوى دونك نكملوا الحلقه تاع الاخبار ماهوش باهي برشا اللي هو تعرض لاعبه كره طايره في النادي الافريقي اميره المي باصابه بالكورونا. لاباس عليها هي لحد الان دونك ما فماش حدا كومبليكاسيون حسب ما تحصل عليه المعلومات دونك ربي يسترها ان شاء الله ربي يشفيها يشفي كل مريض. ولا هكا نكون وصلنا لاخر حلقتنا اليوم كانت طويله شويه اليوم ثم برشا ماتير. احنا نرجع مع بعضنا الاربعاء الجاي على كل ما هو باش يصير يهم النادي الافريقي ابارتير من اليوم حتى رونديفو نتاعنا المره الجايه. بون دي سي لا ما تنسوش تشتركوا في القناه تشغلوا النوتيفيكاسيون بطبيعه بارتاج الفيديو وتدعمونا بلايك واكيد ما ديما بعثونا لي كومونتير نتاعكم راهي توصلنا لي كومونتير ونقرو فيهم وناخذوا بعين الاعتبار لي رومارك نتاعكم اكيد باش تعاوننا برشا. صحيح ما نجموش نجاوبوا الناس الكل بنمبر كبير دونك ما نجموش نجاوبوا الناس الكل سواء على الصفحه الرسميه على الفيسبوك والا على الشان يوتيوب لكن راهو ديما ناخذوا يعني اون كونسيديراسيون لي رومارك نتاعكم وكل اكيد باش تعاوننا على تقديم الافضل في الحلقات الجايه ان شاء الله. شكرا على المتابعه والفريق تعيش.